في نسبة من المرضى مهما سويت اللون ما بيعجبوا أنفهم، وهذا الشيء متوقع والجراح بيتعود إنه يتعامل مع هيك الحالات هاي. الموضوع هذا بيحصل الصراحة بنسبة لا بأس فيها، إنه كتير مرضى بيجي بيقول لك إنه أنا أنفي ما عجبني، مو هذا أنا الشيء اللي كنت متوقعه. هلا هذا بيحصل مرحلتين، مرحلة بتحصل مثلا أول شهر شهرين بعد العملية، وفي مرحلة بتصير مثلا متأخرة بعد سنة أو بعد سنة ونص أو سنتين من العملية. هلا من ناحية الجراح في عنا حتت حالات، يا أما إنه يكون الأنف مو عاجب المريض ومو عاجب الجراح بعد العملية، أو يكون الأنف مو عاجب الجراح لكن المريض عاجبه، فهون هيك حال الجراح بيسكت حتى لو شايف ملاحظات. فمفروض إنه مدام المريض إنه مقتنع ما في داعي إنه ينبش فيها. الحالة الثالثة إنه الأنف يكون ممتاز ورائع ما في أي ملاحظة، ويقول لك المريض أنا مو عاجبني، وهي بتحصل. أنا بتحصل أول أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين بعد العملية. معظم هدول الأشخاص بعد حوالي شيء 3 أشهر 4 أشهر بيقتنعوا. ليش؟ هلا فوق مثلا مريضة إنه عمرها 28 سنة أو 30 سنة أو 35 سنة بسوي العملية، متعودة على أنفها شكل معين، أنت فجأة خلال ثانية ما قلت لها الضماد على أنفها صار في شكل جديد، صعب تقبله لو أنت حاطط لها أفلاطون، أنف أفلاطون عرفت كيف؟ فبالتالي إنه صعب تقبله، هذا شيء طبيعي، فبدها شهر شهر ونص شهرين حتى تقبله. فكتير مرضى بيجوا بيسألوا بالعيادة أنا ما هيك قلت وأنا ما هيك بدي وأنا ما هيك كذا، بشرح لي يا مدام شو في أنف طبيعي، ما في أحلى منه، زروة الأنف طبيعية، فتحات طبيعيين، جسران عندك مستقيم وطبيعي، أنف متناظر وأخذ شكل انسيابي، ما في شيء، لا أنا ما هيك بدي، مو ظابط على وشي، طيب اتركيه شوي هلا أسبوع أسبوعين، رجعي بعد شهر مراجعة. معظمهم بيجوا بعد شهر وشهرين بيعتذروا، أنا آسف يا دكتور وأنا كنت هيك عصبية وأنا يعني معلش سامحني. وطبعا نحن ناخذنا بالضحك وكذا، ما في شيء، هذا شيء طبيعي متعودين عليه، هذا شغلتنا نحن، انه انت المرضى اذا مريض كان عنده مشكله نفسيه حفظه تحملها. هذا نوع هي مرحله من بعض المرضى. المرحله الثانيه بعد المرضى دول مش متاخرين، تجيك مثلا بعد 8 اشهر بعد سنه بعد سنه ونص او سنتين بتقول لك انا مو هذا الانف اللي بدي اياه، انا مو هذا الانف اللي انا كنت يعني صبرته قبل العمليه. طب انت انفك طبيعي ممتاز ما في شيء، بس تعال مواد الانف بدي اياها، هون مشكله بقى، هذول المرضى بقى اقناعهم صعب، ممكن تقعد معها ساعه وساعتين بعياده، وخاصه وقت يجيك وقت متاخر على الساعه 8 9 تقعد معها الساعه 10 بالعياده، بحس واحد حاله يعني جدا بتكون وضع مزعج للجراح، لانه الجراح بجيب احباط داخلي، انه انا سويت انف ممتاز، عمليه ممتازه، عمليه، ليش المريضه مو عاجبتها؟ طبعا اذا نحكي بشكل عام يعني الجراح كجراح مو مسؤول عن الحاله النفسيه للمريض. يعني أنا كوني مهم بالنسبة لي، أنا كجراح فني أنا سويت عمل جيد، أنا أنف مثلا كان في تشوه، كان في بروز، أنف عريض، أنف معوج، تصلح. لكن إذا هي مو عاجبة بقى صار في موضوع تاني، ما دام الأنف طبيعي ما في أي ملاحظة، هذا صار الموضوع ما عاد موضوع يعني بإيد الجراح. فيفضل هيك نوعية مرضى تحويل للمريض للطبيب النفسي. بأوروبا أمريكا المريض تقول له مثلا روح على الطبيب النفسي، عندك جلسة جلستين وجاهل عندي، بروح ما في مشكلة عنده. هيك الطبيب النفسي يعني شغلة عادية، بس هون إذا تلوح على الطبيب النفسي قلت له أنا شو أنا مجنونة؟ لا ما هذا قصد. أنت بس لازم أباكي هو بحاول إنه يأخذك تقبل الوضع أنت فيه. طبعا كل عمل وكل مهنة فيها مشاكل. كل عمل كل مهنة فيها مشاكل، وهي من أحد المشاكل بتعترض الجراح. انه احنا في نسبه من المرضى مهما سويت اللون ما بيعجبهم انفهم، وهذا الشيء يعني متوقع، الجراح بيتعود انه يتعامل مع هيك الحالات هي.